اوكي نكمل وياكم. حل المثال على طبعا قلنا دائما اهم خطوه قد ما نبدا نحل هو لازم نرسم المنظومه مالتنا على مخطط. اولا سكيماتيك دايجرام، والمخطط الاخر اللي هو تي اس دايجرام. قد ما نبدا السكيماتيك دايجرام مو غريب علينا هذا الشكل، احنا متعرفين على شكل مشابه سابقا، وهو انه يكون عندنا بدل البروسيس هيتر راح يكون عندنا مثلا الفيد ووتر هيتر اذا تتذكرون كان هنا بدل هذا الجزء. فالعمليه مشابهه تماما، فقط عندنا جزء اسمه بروسيس هيتر هو بدل الفيد ووتر هيتر. العمليه مشابهه الى حد ما، حتى على التي اس دايجرام اكو تشابه كبير. نشوف هسه شنو الاختلاف اللي موجود عندنا. الاختلاف اللي موجود عندنا هذا الجزء كان ما موجود عندنا، واللي هو قلنا في حاله اذا احتاجينا انه نضيف في حاله اذا احتاجينا انه نغلق هذه المسارات، مسار 3 ومسار 5 ومسار 6، هذا الجزء كله مغلق، يعني كل الطاقه راح تمر وكل البخار راح يمر على البروسيس هيتر. وايضا هذا الجزء هو جديد ايضا، هنا راح يكون ايضا جديد، هنا ما متعرفين عليه سابقا. بما انه هذا الاكسبانشن هو خلال اكسبانشن فالف اللي هو ثروتلينج بروسيس، اذا راح يكون عندنا هذا البروسيس هو ات كونستانت انثالبي، ات كونستانت انثالبي. اذا هذه النقطة 1 و2 و3 و4 كلها راح تكون ات كونستانت انثالبي. ليش 1 و2 و3؟ لانه 1 و2 و3 كلها عند نفس الظروف اللي هي 7 ميجا باسكال 500 ديجري سي، ونقطة 4 لأنه هو اكسبانشن مو تيرباين، اكسبانشن فالف ثروتلينج. فايش راح يكون عندي؟ راح يكون هذا النوع من الاكسبانشن هو كونستانت انثالبي. لا تتوهمون بينه وبين الاكسبانشن اللي هو يصير بالتيرباين بهذا الشكل اللي هو كونستانت انتروبي، أو الاكسبانشن اللي يصير بالبمب اللي هو أيضا كونستانت انتروبي أو نسميه ايسنتروبيك. اذا هذه هي النقاط اللي موجوده امامنا. الضغوط اللي موجوده عندنا راح نشوف ثلاث ضغوط. اعلى ضغط هو هنا ايش قد؟ اللي هو 7 ميجا باسكال. الضغط الوسط ايش قد؟ اللي هو 500 كيلو باسكال. والضغط الاقل اللي هو ضغط الكوندنسر اللي هو فقط 5 كيلو باسكال. اوكي، هذه الضغوط الثلاثه هي اللي موجوده. إذا إجينا أيضا نريد نشوف، قلنا هذه النقطة عرفنا شلون نستخرجها، النقطة رقم 4، النقطة 1 و2 و3 هي نقطة سوبر هيتد، هذه مواصفاتها أيضا ممكن أن نوجدها بسهولة من جداول السوبر هيتد. النقطة 5 شلون راح نقدر نحصل عليها؟ النقطة 5 بكل بساطة أنه الأس 1 هي راح تساوي لي الأس 5، او الاس 5 هي اللي راح تساوي لي الاس 1، وبالتالي احنا نعرف انه هذه المنطقه هي منطقه الميكستشر، وبالتالي الاس 5 ايش راح تساوي لي؟ تساوي لي الاس اف بلس اكس 5 تايمز الاس اف جي. كل هذا عند منه؟ عند هذا الضغط الوسطي اللي هو ال 500 كيلو باسكال. اذا كل هذه القيم موجوده، الاس 5 الاس 5 احنا عرفناها، الاس اف من الجداول والاس اف جي من الجداول، بالتالي نقدر نحسب قيمة الـ X5. إذا عرفنا قيمة الـ X5 راح نقدر نستخرج قيمة الـ H5 عند هذه النقطة، واللي هي الـ H5 تساوي لي الـ HF بلس الـ X5 في الـ HFG عند نفس الضغط اللي هو الـ 500 كيلو باسكال. نفس الشيء بالنسبة، نفس العملية راح نعيدها بالنسبة للـ 0.6، لكن هالمرة عند الضغط 5 كيلو باسكال. إذا انتقلنا إلى السلايد اللي بعده، راح نشوف احنا بدينا هنا بحساب قيمة البامب W بامب الأولى والW بامب الثانية، وبعدين راح نبدي على النقاط الواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. فراح أرجع مرة أخرى أشوف شلون حسبت البامب، الباور في البامب الأولى، الباور في البامب الثانية، والنقاط الواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة بالنسبة لقيم الهيتش. طبعا بالنسبة للبامب احنا عرفنا سابقا أنه الدبليو بامب هي ال V في دلتا P. دلتا P هنا طبعا فرق الضغط هو ال P9 minus P8، وهنا بالنسبة للبامب الأخرى أيضا ال V دلتا P، ويكون عندي ال V 7 في الباور 10 minus
7. خلي ارجع للسلايد اللي قبله تكون عمليه اوضح. اذا نجي هنا نجي لهذه النقطه، هذه النقطه شلون عفوا خلينا نشوف الباور هنا بالبمب الاولى، البمب الاولى بمن؟ بين 8 وبين 9، وهنا على المخطط يكون بهذا الشكل، هذه البمب الاولى. فشي يكون عندي؟ راح يكون عندي ال V8 مثل ما قلنا في دلتا P اللي هي P9 ماينس P8. ال P9 ايش قد قيمته؟ هو الضغط الاعلى، واللي قيمته ايش قد؟ اللي قيمته 7 ميجا باسكال. وال P8 ايش قد قيمتها؟ هي الضغط الاقل بالدوره اللي هو 5 كيلو باسكال. اذا هذا هو مقدار فرق الضغط. زين البامب الاخرى اي بامب؟ هي هذه البامب الثانيه اللي هي بين 7 وبين 10. ايش قد عندنا؟ هنا ايضا على مخطط تي اس ايضا هو ال VF في دلتا P. ال P منو؟ ال P10 ماينس ال P7. ال P10 هو نفسه ال 7 ميجا باسكال، وال P7 هو الضغط الوسطي اللي هو 500 كيلو باسكال اللي هو نسميه ضغط البروسيس هيتر، هذا الضغط. زين النقطة واحدة شلون حصلناها؟ قلنا ببساطة نقطة واحد واثنين وثلاثة هي نفسها نقطة السوبر هيتد، نقطة أربعة هي نفسها، نقطة خمسة شرحنا شلون نحصلها من خلال الميكستشر من خلال قيمة الاكس 5، ونقطة ستة كذلك. إذا أجينا النقطة ثمانية شلون نحصلها؟ الثمانية هي واقعة على خط التشبع واضح؟ فنروح إلى تداول التشبع هي الـ VF عند منو؟ عند الضغط 5 كيلو باسكال. كذلك النقطة السابعة هي الـ VF عند الـ 500 كيلو باسكال. بقى عندنا من النقاط؟ بقى عندنا النقطة ثمانية عفوا نقطة 9 ونقطة 10 اللي هو راح تجي بعد ما نجمع، يعني نقول ال H9 هي تساوي لنا ال H8 بلس W pump 1، وال H10 هي تساوي لي ال H7 بلس W pump 2. وقد عندنا نقطة واحدة هي راح تنتج من خلال الميكستشر من خلال مزيج بين هذول الخطين. اللي يحدث بالكومبريسنج تشامبر اللي هي اعتمادا على قد عندنا قيمه مثلا، يعني هنا تكون الاتش الام دوت 9 في الاتش 9 بلس الام دوت 10 في الاتش 10 تساوي لي الام دوت 11 في الاتش 11. طبعا الام دوت هنا الام دوت 11 هي عباره عن مجموع الام دوت 10 بلس الام دوت 9. معادله الاتزان الحراري للميكسنج، الاتزان الحراري والاتزان الكتله للميكسنج راح تنطيني قيمه الاتش 11. هسه نجي للمطالب اللي عندنا. المطلب الاول يعني اذا رجعنا للسلايد الاخر هذا 12، المطلب الاول شنو هو؟ The maximum rate of process heat is achieved when all steam leaving the boiler is throttled and sent to the process. اذا كل الستيم راح للبويلر ايش راح يصير عندنا؟ معناته انه اذا رجعنا هنا ايش راح نشوف؟ كل الستيم راح للبويلر عفوا كل ستيم البويلر راح علما الى البروسيس هيتر، معناته انه راح يكون عندنا الام دوت 3 يساوي صفر، الام دوت 5 يساوي صفر، الام دوت 6 يساوي صفر، والام دوت 1 والام دوت الام دوت 1 راح يكون عندي، والام دوت 7 كلهم هذا الخط كله راح يصير عندي يساوي لي المقدار الكلي اللي هو 15 كيلوغرام بير سكند. يعني بعد هذا الخط كله كانما هذا الخط كله راح يلغي، فقط هذا الخط هو اللي راح يشتغل عندنا. وبالتالي الكيو اللي راح نحسبه هنا هي راح تصير عباره عن الام دوت اللي هي ال 15، الام دوت 1 او الام دوت 2 كيف نشري نسميها، الام دوت 4 كلهم نفس القيمه بهي الحاله، في شنو؟ ال H4 ماينس ال H7، ال H4 ماينس ال H7. احنا طلعنا قيم ال H لكل النقاط اللي عندنا، وال M دوت عندنا هنا هي الكليه اللي هي بهي الحاله 15 كيلوغرام بير سكند. اذا رجعنا الى السلايد رقم 12 راح نشوف انه راح نحسبها بهذا الشكل، هي ال M دوت 1 في ال H4 ماينس H7 اللي تساوي لنا ال 15 في قيم
الهيج اللي معطاك راح يطلع عندنا بالنتيجة هذا هو المقدار النهائي للطاقة اللي ممكن نحصل عليها من البروسيس هذا. طبعا اليوتيلايزيشن فاكتور بهذه الحالة هي شنو؟ 100%، لأنه احنا ما ضيعنا شيء من الطاقة، ما راح للكوندنسر اي شيء، كل الطاقة تحولت إلى حرارة وما عندنا مشكلة، كل طاقة البولات تحولت إلى حرارة، ممكن نقول اليوتيلايزيشن فاكتور بهذه الحالة هو 100%. إذا رحنا للسلايد اللي بعده اللي هو المطلب بي، إذا بالحالة اللي إنه ماكو عندنا أي بروسيس هيت، فإيش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي الطاقة اللي تمر عبر التيرباين، هي إذا أرجع هنا مرة أخرى إيش راح نشوف؟ إنه معناته كل الطاقة اللي راح تمر هي راح تكون بين النقطة 3 وبين النقطة 6. يعني إذا أرجع مرة ثانية للسكيماتيك دايجرام راح أشوفها بهذا الشكل. إذا ما عندي هذا، هذا كله لغة، هذا الجزء كله لغة البروسيس هيتر. يعني المسار وين صار عندي؟ المسار ده يجي من هالاتجاه هذا يدخل للتيرباين ويخرج من 6. يعني عندي الأندوت اللي هي كلها 15، هم مرة أخرى كلها 15 كيلوغرام بير سكند، تدخل من 3 تطلع من 6. فالطاقة اللي راح نستحصلها من التيرباين هي عبارة عن أندوت 3 خلينا نسميها في ال H3-H6. نرجع للسلايد مالتنا، راح نلقى انه ال W turbine out ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي الام دوت في ال H3 minus H6، وطلع عندي القيمة النهائية هي هذه. اوكي 20,000 تقريبا. زين البامب احنا حسبناها دبليو بامب الاولى، حسبناها بدلاله الكيلو جول بالكيلوغرام، بقى بس نحسب القيمه النهائيه نضربها في مقدار الفلوريت واللي هو بهذه الحاله راح يمر بالبامب هو 15 كيلوغرام بير سكند. طبعا بهذه الحاله بهذا المطلب راح يكون عندي بامب واحد هو اللي راح يشتغل مو بامبين، فكل الطاقه راح تمر او كل الفلوريت راح يمر عبر هذا البامب. المقدار هو هذا. الدبليو نت هو دبليو تيرباين ماينس دبليو بامب، راح يطلع عندي تقريبا 20 ميجا وات. زين بقى عندنا المطلب الاخر هو شنو عندي ال كيو ان. ال كيو ان راح يكون عباره عن الام دوت 1 في الاتش 1 ماينص اتش 11، وهو اذا رجعنا للبويلر راح نلقى هو بين النقطه 1 والنقطه 11 والام دوت 1. ف النقاط ال H1 وال H11 معروفة عندنا، بسهولة راح نقدر نحسب ايش قد ال QN، والناتج راح يكون عندي هو تقريبا 449 ميجا وات اذا حسبناها بالميجا وات. ال Utilization Factor راح ممكن نحسب الطاقة زائدا ال Q بهذه الحالة، طبعا اللي النقطة B اللي قلناها هذه بهذه الحالة ماكو صفر. إذا راح نحسب الـ W net على الـ QN والناتج راح يطلع عندي 40.8%، وهو تقريبا هو نفسه الـ efficiency، نفس مقدار الـ thermal efficiency، يعني الـ utilization factor بهذه الحالة هو نفس مقدار الـ thermal efficiency.